السلام عليكم. إذا بالنسبة لهذا الموديل جلابة سبور، جلابة عصرية مونش ريغلون، وفي نفس الوقت فيها لي بواني في راسلكم. عندنا واحد البلي كرو في الصدر، وهذا عندنا فيه الصديفات، والقب ديالنا فيه واحد الباندا. إذا الطريقة ديال التفصيل والمتراج اللي غادي خصنا في الثوب والطريقة ديال الخياطة غتشوفوها معنا في هذا الفيديو. إذا بزاف ديال الناس يقول لي علاش ما كتحطش لينا، ما بقيتيش كتحط لينا الدروس والفيديوهات في اليوتيوب. السبب بسيط جدا، هو انه ما كاينش تشجيع. كتشوف على ان الفيديو كتشوفوا 200 300 400 500 مشاهده، وكتلقى فيه 15 لايك او لا 20 لايك. هذا كيعني ان الناس اللي كيشوفوا يا اما ما مهتمينش يا اما ما باغينش يشجعوا. اذا باش دير واحد التقييم على انه كاين اهتمام بالمحتوى اللي كتحط، كتشوف العدد ديال الناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالك بالمقارنه مع العدد ديال الاعجابات اللي كدار الفيديو. وحتى كيجي بعض الناس اللي ما مشاركينش في القناه وتيشوف الفيديو وتعجز على انه يشارك ولا انه يدعمك بديك اللايك ولا بتعليق كيف ما بيكون. على اين باش انكم تشجعونا؟ راكم عارفين الطريقه وراكم عارفين شنو اللي ليكم واللي عليكم. كي تنقولوا شجعونا باش نزيدوا نستمروا نشاركوا معكم داك الشويه اللي تنعرفوه حتى حنا. اذا بالنسبه للموديل ديالنا غادي نخدم معكم يعني جميع المراحل انطلاقا من التفصيل والخياطه والمونتاج الى اخره. الثوب ديالنا عندنا فيه جوج ونص على متر ونص في العرض. الطريقه اللي غادي نخدموا بها اليوم سميتها التنكيس. الاخوات اللي خدموا معايا طرق وانواع التفصيل كاينين 8، من بين هاد الطرق 8 كاين طريقه التنكيس. طريقه التنكيس كنديروها ملي تيكون عندنا الثوب ديالنا مزوق اولا مخطط بالعرض. الثوب ديالي طويته على جوج، عاود طويته على 4، خديت منه غير على عرض جليل. عرض جلي درت فيه 45 سنتيم. اذا هاد 45 سنتيم خديتها مقاده وخليت الجهه الاخرى مسدوده باش ناخذ منها الكمايم والقب. اذا اول حاجه غادي نديرها غادي ندير الكول ديالي. الكول درت فيه 8 سنتيم، الكتاف 20 سنتيم، لا طومبي ديال الكتاف من طبيعه الحال 3 سنتيم. اذا طول الصدر 30، عرض الصدر 32. اذا هنا غتكون عندي في التركيز 26. غادي ناخذ هنا، لاحظوا معايا انني غادي ناخذ عن طراسي الكتاف عاديين ومن بعد غادي نفصلهم مونش غيغلون. اذا هنا غادي ناخذ اول حاجه طول الحزام، هنا طراسي التركيز عادي. اذا غادي نرجع ناخذ طول الحزام 42 وعرض الحزام 30، طول البصان 64، عرض البصان 32، عفوا 34. طول الكولي عندي متر و40 متر و36، ولكن زدت 4 سنتيم ديال لوغلي. اذا متر و40 في الطول الكلي. هنا غادي نوصل النقاط ديالي بهذا الشكل هذا. اذا من بعد غادي نهبط ب 4 سنتيم. هذه النقطه علاش درت فيها 4 سنتيم؟ لاحظوا معايا منين خديتها وفين خديتها. خديتها على قود العنق وغادي نوصلها. هذا الخط غنوصلو من هذيك النقطه حتى لتحت الباط، يعني حتى النقطه ديال التركيز. في الاول غادي نفصل الكم ديال يعني الكتف ديالي عاديين حتى الحدود هذا الخط وغنحبس، ومن بعد غادي نجي نفصل من هذا الخط هذا اللي خديته من جهه الكول، اللي درت واحد النقطه من الكول حتى اولا واحد الخط من الكول حتى النقطه ديال تحت الباط، يعني حتى النقطه ديال التركيز. هذا الطرف هذا غادي نحتاجو، داكشي علاش خديته بهذه الطريقه، هذه الطرف ديال الكتف. اذا من بعد غادي نكمل الفصاله ديالي من الجناب بهذا الشكل. بالنسبه للموديل خدمناه بطريقه تقليديه، واخا موديل عصري خدمناه يعني بلا باترون باش هكذا نوصل لكم الفكره وتكون فكره سريعه ونجمعوا كل شيء جميع المراحل في فيديو واحد. اذا هنا بعد ما فصلت الامام والخلف، هذا الطرف هذا اللي شاط هو اللي غادي نخدم ناخذ منه الكمايم. بالنسبه للموش غيغلون راه كيبداو الطول ديالكم كيبدا من الكول من العنق، يعني من الكول زائد نحيدو غير 8 سنتيم ديال الكول، غنزيدو على هذيك 12 سنتيم ديال الكتاف والطول ديال الكم. اذا الى حيد 8 سنتيم ها 12 سنتيم ديال الكتاف، اذا ها الكتاف 20 وصلت هنا، وها الطول ديال الكم. الطول ديال الكم عندي فيه 58 والباند عندي فيها 8 سنتيم. اذا الى حطيت هذا الطرف هذا راه نفس الطريقه بحال بحال، غير باش نفهم لكم مزيان. اذا ها 8 سنتيم ديال الكول، الكتاف حد هنا والطول ديال الكم حد هنا. اذا هنا غناخذ خط النزول عندي 12 سنتيم انطلاقا من الكتاف هكذا. التركيز عندي فيه 26 زائد 1 27 هكذا. اذا بالنسبه لكم عندي فيه 58، ولكن غناخذ غير 50
وغادي نخلي نزيد سنتيم ديال الخياطه وغادي نخلي 8 سنتيم ديال الباندا. اذا هنا لاحظوا معايا راه زيدت واحد في الثوب باش نخلي السنتيمات ديال الخياطه باش الكمامه ديالي ما تجيش دايره مزيره بزاف. اذا هنا خديت 16 سنتيم عفوا 18 سنتيم في راس الكم. غادي نبدا نفصل في الكمامه ديالي، غنوصل النقطه ديالي من راس الكم حتى لتحت الباط يعني حتى للتركيز، وغادي نكمل هنا خليت سنتيم ديال الخياطه كيف ما كتشوف. اذا هنا فصلت الكمامه ديالي وهذه هي النتيجه كيف ما كتلاحظوا. اذا هنا غادي نجي ندير واحد التعديل في الكل الامامي ديال الجلابه. هذا الكل الامامي عنده ارتباط مع واحد الجزء في الكم ديالي. اذا اول حاجه غادي ناخذ الطرف ديال الامام هو هذا، وغادي ناخذ الكمين بجوج، غادي نحلهم كانوا مزيين على اربعه، دابا غادي نفتحهم باش يبقاو على جوج. هادو راه كمين بجوج ماشي كناخذ كمامه واحده. غادي نلصقها مع الامام وغادي ندير داك التعديل اللي عندي في الكل، لان كيف قلت لكم الامام عنده ارتباط مع الكم بهذا الشكل هذا. اذا هنا خديت 15 سنتيم في الكل ديالي، غادي نعاود نعد لان ما دخلتش السنتيمات ديال الخياطه. دابا دخلت السنتيمات ديال الخياطه، اذا 15 سنتيم في كل شيء هكذا. اذا من بعد غادي ناخذ الباندا ديال لي بواني ديال راس الكم، عندنا فيها في العرض 16 سنتيم زائد 2 سنتيم ديال الخياطه هي 18 سنتيم. في الطول خليتها مفتوحه يعني المفروض ندير غير 24 سنتيم، ولكن انا درت شي 28 تقريبا ولا 30 كاع. من بعد غادي نضبطها في الخياطه. اذا هذه هي الباندا ديالي، طويناها على جوج وطويناها على اربعه. الكمامه ديالي غتخيط غتجي بهذا الشكل هذا. اذا غادي ملي غتجر هذيك الباندا غتعطينا هذا الكراش بهذا الشكل هذا. دابا غادي ننتقلوا باش نفصل هذا الطرف هذا اللي شات ليا من اللي حيت الكمام، هذا هو اللي غادي نفصل منه القب. الطول ديال القب 40، الخط الامامي، الخط العلوي 30، الخط الخلفي 30، الكل 25. غندير واحد لاغوندي هنا في هذا الراس ديال القب يعني واحد التقويسه، وغنبدا نفصل هنا. اذا غادي نبدا نفصل الكل هو الاول، من بعد نبدا من الجهه الخلفيه ديال القب الى الخط العلوي. هكذا كنكون فصلت القب ديالي. ملي غادي تخيط يجي بهذه الطريقه، لان غادي ناخذ واحد جوج سنتيم باش نحصل على ديك البليك خو، يعني غادي تجي الحدود ديال الخياطه ديال القب غير حد هنا. هنا غادي ناخذ واحد جوج سنتيم في هذه البلاصه هذه. اذا ما تنساوش داك اللايك اللي وصيتكم عليه، وفي الاخر ملي تساليو الفيديو عطيونا الملاحظات ديالكم وحتى الاسئله ديالكم. طبيعه الحال هذا الطرف هذا خديت فيه 8 سنتيم في العرض، وخديت الطول يعني على حساب القب ديالي مفتوح على 42 هي 80، زائد واحد الطرف اللي غادي نديرو ما بين الكسده والكم من جهه ديال التركيز، الخياطه ديال التركيز. هذيك الباندا درت فيها 8 سنتيم في العرض، طبيعه الحال غتثنى على جوج غتعطينا غير ربعه. غنديرها في القب. اول حاجه هذا القب كان تنخيط فيه من الفوق. لاحظوا معايا القب ديالنا بديتو من الفوق، درت تنخيط من القفه ديال القب باش يعني تخرج لي الخياطه لداخل ويجي الوجه ديال القب من برا. هنا هاد البانده هادي كي تلاحظوا القب ديالي الوجه ديالو هو الفوقاني، والبانده ديالي حتى هي خليت الوجه ديالها هو الفوق. التوب ديال البانده الوجه ديالو هو الفوقاني. غنطوي على جوج بهذا الشكل هذا، وغنحطو فوق القب، وغادي نشد سنتيم ديال الخياطه ونبدا نخيط. كنخيط فيها من برا ديال القب باش هاد السنتيم ديال الخياطه اللي شديت غادي ملي غادي ندفنو غادي نضرق به هاد الخياطه هادي، وغادي ترجع للداخل بهذا الشكل هذا. غنبدا نطرق في الباندا ديالي بهذا الشكل هذا، وفي نفس الوقت يعني كندفن بها الثوب، وكنعطي واحد تعطي واحد المنظر، تعطي واحد الجماليه للقب. اذا هنا كنكون خيط القب ديالي. غادي ندوز دابا باش نبدا نخيط. اول حاجه غادي نلصق الكمامه يعني الباندا ديالكم من راس لكم بهذا الشكل هذا. انا كنخيط وكنجر لان التوب كيتيري وكيشرب ليا داك راس لكم باش يعطيني داك التكراش. المهم هو انني نحصل في النهايه ديال المطاف على الباندا ديالي الطول ديالها تكون فيها 24 سنتيم، باش ملي ناخذ السنتيم ديال الخياطه تبقى لي 22 يعني 11 سنتيم في راس لكم. هاد الباندا هذه اللي خديت فيها 8 سنتيم قسمتها على جوج، عطاتني الباندا ديال الكحله ديال التوب ديال المبار عطاتني 4 سنتيم، طويتها على جوج حتى هي، وبديت تنخيط فيها كنلصق فيها في الخط ديال التركيز من الجهه الاماميه هكذا. اذا ملي طويتها على جوج عطاتني غير جوج سنتيم، خديت سنتيم ديال الخياطه يبقى لي سنتيم ديال الخياطه
غيبقى ليا سنتيم في الثوب غادي يخرج. اذا غادي نلصق الكمامه ديالي من الجهه الاماميه، اذا الجهه هذه الكمامه اليمنيه غنلصقها من القدام بهذا الشكل هذا. كنقلب الثوب باش كنخيط على الخياطه الاولى باش هكذا الخياطه ديالي ما تجيش فيها شي عوجاج، والباندات تبقى محافظه على داك العبار اللي فيها ديال السنتيم اللي غادي تخرج هكذا. الجهه غادي ناخذ ثاني الكمامه اليسريه غادي نلصقها مع الكسده بهذا الشكل، وغادي ندير الكسده هي الفوقانيه باش تبان لي الخياطه من الفوق. اذا هكذا كنكون لصقت الكسده يعني الكمامه اليسريه والكمامه اليمنيه. دابا غادي ناخذ الظهر غادي نلصقو مع الكمامه اليمنيه بهذا الشكل هذه، باش هكذا تنكون تنزي في الكتاف والكم في نفس الوقت. دابا غادي نلصق الجهه الخلفيه مع الكمامه اليسريه من الجهه الاخرى بهذه الطريقه هذه. نشد سنتيم ديال ديالي ديال الخياطه وغادي معها بهذه الطريقه هذه، وفي الاخر تنكون زديت الجلابه ديالي كامله. دابا غادي ناخذ منتصف، انتم لاحظوا معايا هذه النتيجه النهائيه، يعني الكمين لاصقين والامام والخلف لاصقين. غادي ناخذ المنتصف ديال ديال الكل الخلفي، عفوا هنا غادي ناخذ الكل الامامي جوج سنتيم باش ندير داك البيك خو. غادي نخيط في واحد 10 سنتيم في الطول ونحبس. اذا 10 سنتيم هذه اللي خديت في الخياطه، ولكن العرض كليت جوج سنتيم. اذا هذا الكل الخلفي ضبطته. غادي نحط القب باش نبدا نخيط فيه بهذا الشكل هذا. اذا كنخلي كنحط الوجه على الوجه، وكنحط منتصف الكول ديال القب على منتصف الكول ديال الخلف، وكنبدا نخيط فيه، وكنسالي في المنتصف ديال الكول في الامام، يعني في ديك النقطه ديال الامام تما فين ساليت. غادي نعاود نرجع ثاني للكول الخلفي وغنبدا نخيط من الجهه الاخرى. خيط الجهه الاماميه غنبدا نخيط في الجهه اليسريه ديال الكول ديال القب، يعني القب كنزيه مع الكسده. ده هنا كنكون ساليت في الامام بنفس الطريقه. اذا هنا غيكون عندي ديك السنتيم ديال الخياطه زايد. غادي ناخذ واحد الطرف ديال الثوب خديت فيه 4 سنتيم في العرض، هو هذا. غنبدا من الكل الخلفي ونبدا نلصق فيه باش ندفن به داك السنتيم ديال الخياطه، يعني باش ندرق هذيك الخياطه ما تبقاش هكاك كندور بها. وغادي نسالي نيت في الكل الخلفي لان بديت في الخلف من الخلف، نبدا ندور بها شاد سنتيم ديال الخياطه. اذا غادي نسالي هنا في الكول الخلفي بهذه الطريقه هذه. ودابا غادي نقلب الجلابه ديالي من برا، عفوا من الداخل، باش نبدا نطرق في الكول بهذا الشكل هذا. يعني داك الطرف ديال الثوب غادي نطويه ثاني على جوج باش يعطيني في العرض غير واحد سنتيم ونص ولا سنتيم. دابا راه قلبت حليت الجلابه كاع من الداخل باش تبان لكم، وغنقرب لكم شويه الصوره باش تعرفوا شنو كندير. اذا راه بديت من الكول الخلفي هكذا، كنكون تدفن في داك الثوب وكنطرق به هذيك الخياطه اللي كانت في الاول من الداخل هكذا. غادي ندور على الكل كامل باش يجي مفيني ويجي داك الشيء مخيط مزيان. اذا هكذا كندور على الكل ديالي، ربما الى ركزتوا راه غتبان لكم الصوره. كنعتذر بالنسبه للاخوات اللي تيكونوا مبتدئات شويه تجيهم الامور صعيبه. مره كنحطوا كلها، مرة كنحطو شي حاجة ديال الناس المحترفين، مرة شي حاجة ديال الناس المبتدئين. إذا هذه هي النتيجة النهائية ديالنا، لاحظوا معايا يعني الخياطة جات فينية مقادة. هذا هو الكل ديالنا من الداخل، هذا هو الكل ديالنا من برا، هذا هو القب ديالنا، هذه هي الباندا. إذا دابا غادي نبدا نزدي نمونطي في الجلابة ديالي من الجناب. ناخد راس الكم، غادي ناخد في العرض 11 سنتيم في البواني ديال لاريتمو، نبدا نخيط 11 سنتيم، تندير لاريتمو وتنبدا نخيط من الجناب. كنبدا نمونتي الجلابه ديالي من الجناب. اذا هنا تحت الباط ضروري تندير لاريتمو تما باش الجلابه ملي بغيت تلبس ما تفرتقش دغيا. وكذا كنمونتي الجلابه ديالي نفس الطريقه بالنسبه للجهه الاخرى. ودابا غادي نبدا نخيط في لوغلي 4 سنتيم، خديت 4 سنتيم ديالي وكنبدا نخيط. اذا هذه هي النتيجه النهائيه ديالنا، لاحظوا معايا تشوفوا الجلابه في الاخر، هذه هي الجلابه ديالنا في الاخر. غادي نركبوا لهذوك الصفات باش كتحصلوا على ديك النتيجه اللي شفتوها في الاخر كاع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.